النهارده يوم بلاك مان، صباح الخير الاثنين 9 سبتمبر. انا رضا فهو نشر بتاعنا. اي طالب مهتم بالمصارعه هيكون في اختبارات الثلاثاء والاربعاء 10 و11 سبتمبر، ميعاد اليومين هي من 5:30 لحد 7 مساء. لازم المسار عن المحتملين يكون فاينل، عندهم كشف طبي محدث ونماذج مكتمله وموافقه فورمس. هيضيف ليله او ايام الامور يوم ASL قسم 10 سبتمبر في المكتبه من 6:15 لحد 7:15 مساء. هيكون في مترجمين، من فضلك اجيب وخليهم يقعدوا في كده ASL. اهلك وانت في المباراه كره القدم للسيدات. اجتماع اهتمام فرق الخطابه هيكون يوم الاثنين 9 سبتمبر الساعه 3:35 دقيقه مساء في لا كورس. من فضلك اسال السيده B9 للمزيد من المعلومات. التصاريح الخاصه بالروك دلوقتي متاحه للبيع اثناء دينتس بلاس سناك في الغداء. من فضلك توقف واطلب نموذج تصريح الركن. بعد ما تخلص النموذج احضر مع 10 دولارات لشراء تصريح الركن. سمة كرة القدم في البيت ضد يوم الجمعة، الموضوع هو البناء والديون، الالزم تكون هناك. ميديا الاعلانات موجودة على الشاشات وفي رضا الجيم روتاندا في كاست لاز. كمان الاعلانات موجودة على قناة على يوتيوب ستوديوز بي اس بي ان جوبلاس.